ده شكل البيبر او هي اتس وايت بيبر زي ما قلنا, اتس نوت يعني ان اكاديميك بيبر. اسمها From Fences to Partners The Next Role of Computation in Building Design. اتنين اللي كتبوها بيشتغلوا في اوتوديسك, فهم قسموها From Pencils to Pixels الأول, بعدين From Pixels to Parameters زي ما قلنا, وبعد كده وكل زي الصور دي examples من Project Fractal. و ده أوتوكاد قديم, وبعدين From Parameters to Practice وازاي building information modeling, حل clash عمل clash detection وحل مشاكل كتير فيها كان ليها علاقة بالcoordination, كانت ايه الحلول برضو زي ما قلنا الديجيتال يعني زي الكلاود البيم كلاود وزي ال 360 البيم 360 برضو, ودي برضو كانت examples تانية لproject fractal. وبعدين في الاخر from practice to partners, وانه ازاي البراكتس وصل انه يبقى في partnership بين اساسا كل الستيكهولدرز بيشتغلوا على مشروع واحد, وان اوتوداسك بيبقى part of the solution ساعات كتير اللي هو اصلا شركه software, فبقت ازاي merged في ال design process. بس ودي كان برضو example من project fractal. الحقيقة البيبر دي it was very interesting لأن هي اتكلمت على حاجة generative design والـ evolution of drafting عموما, هو موضوع interesting, موضوع فيه لسه potential كبير و it's going لسه الحاجة احنا مش عارفينها, مش عارفين هي رايحة فين, وحاجة مهمة جدا ان اي حد بي studying architecture ان هو يبقى عارف. اوكي, this was it for July. Thank you. See you in August. Bye.